احنا لازم نعرف ان كاتب الكتاب ليس اله. اللي كاتب الكتاب ده قد يكون عنده اخطاء وقد يكون عنده حاجات صائبه. فلو انا رجحت لك كتاب معين ولقيت فيه بعض الاخطاء، اعرف ان انا عارف برضو ان هو فيه اخطاء، بس فيه جوانب حلوه ايجابيه حلوه كتير قوي. مثلا لان محدش عنده الحقيقه كامله، ما هو مش برجح لك كتاب القران مثلا، فهي تبقى مجالات بقى. الكتب، ايه توصيات مستر ابراهيم؟ لان في ناس كتيره جدا بتسال ايه الكتب اللي اثرت في شخصيه مستر ابراهيم، ايه الحاجات اللي اثرت في تكوينه الادراكي، في فهمه، في طريقه تعامله مع الاحداث، ايه الكتب اللي اثرت معاك؟ هو الاول في حاجه ان احنا لازم نعرف ان كاتب الكتاب ليس اله. اللي كاتب الكتاب ده قد يكون عنده اخطاء وقد يكون عنده حاجات صائبه. فلو انا رجحت لك كتاب معين ولقيت فيه بعض الاخطاء، اعرف ان انا عارف برضو ان هو فيه اخطاء، بس فيه جوانب حلوه ايجابيه حلوه كتير قوي. مثلا لان محدش عنده الحقيقه كامله، ما هو مش برجح لك كتاب القران مثلا، فهي تبقى مجالات بقى. احنا دلوقتي هنتكلم عن الجانب بقى الايه، النفسي الروحاني، حاجات زي دي. محاط بالحمقى ده كتاب عجبني قوي، بيتكلم على الانماط الاربعه للشخصيه. انت ازاي بتفهم اللي قدامك ده؟ مش هو مش قصده ده، يعني بتفيدني جدا قوي ان انا اعرف ان اللي قدامي ده مش قصده يضايقني، بس هو غصب عنه هيضايقني، فبتفيدني جدا في ازاي اتعامل معاه. برده في الدكتور محمد ابراهيم عامل كتاب اسمه جلسات نفسيه، بيبقى حلو قوي. ده بيعرفك ازاي برده انت مع نفسك توصل لعلاج نفسك من اخطاء نفسك، علشان توصل لبعض السكينه الداخليه مع نفسك، لان كلنا عندنا اخطاء اكيد بنشتغل عليها. طبعا كتاب العادات الذريه بقى يعني غني عن التعريف، وفيه برضو جزء كبير قوي عن تنظيم الوقت موجود جواه. في كتاب بقى للدكتور محمد العريفي اسمه استمتع بحياتك. الكتاب ده هو الغلاف بتاعه تقريبا واحده ست اللي مصممه، بس هو كتاب يعني ايه قيم جدا، فيه قصص كتيره قوي من تجارب هو مر بيها وازاي قدر يتعامل معاها وحاجات زي كده. الله اعلم هل كلها قصص حقيقيه ولا في بعضها قصص معموله علشان ايصال فكره معينه، بس قصص جميله قوي دي. بالنسبه للحاجات اللي هي لها علاقه بالحاجات النفسيه شويه لو حد مهتم بيها، في بعض حاجات ليها علاقه بالجانب اللي هو ايه امور الناس. في ناس بتسميها سياسه، انا ماليش دعوه ابدا بالسياسه بالمفهوم اللي هو اللي الناس عارفاه، سياسه مين، دوله ايه، عملت ايه، ولكن سياسه الناس، امور الناس، كيف يتصرف الجموع، كيف تتصرف الدول، كيف حاجات اللي زي دي بتستهويني قوي. طبعا انا كنت اتكلمت عن كتاب فن الحرب بتاع سانزو، كتاب حلو قوي، وكمان بيستخدم في اداره الاعمال والبزنس، فحلو قوي. طبعا جوستاف ليبون كتاب سيكولوجيه الجماهير، طبعا لا غنى عنه. كتاب الامير لميكافيلي، في برضو مقدمه ابن خلدون، حلو قوي برضو في اداره الدوله والحكايه دي. في كتاب ده عليه بعض الغموض شويه، الانفجار الماسوني، احيانا احب اقرا في الحاجات اللي زي دي، فيها مبالغات كتيرة قوي، فيها مبالغات كتيرة قوي عن الحقيقة، بس فيها بعض جوانب الصحة، فلو حد خد الحاجة دي يبقى عارف ان هو في مبالغات كتير مش كله حقيقة. بعض تطوير بقى حاجات بتاعة تطوير الذات وإدارة البزنس والحكاية دي، في كتاب ده حلو قوي، The Magic of Thinking Big، ازاي تكبر شوية فكرتك. انت ليه بيبقى سقف احلامك صغير؟ ليه سقف احلامك ضيق؟ ليه تقول نفسي اترقى؟ ليه ما تقولش نفسي اشتري المؤسسه اللي انا بشتغل فيها مثلا؟ يعني فكر لقدام جدا. يعني كال نيوبورت الكتاب بتاعه اللي هو ديب ورك ممتاز جدا، ازاي توصل لان انت تركز، الفوكس، مهاره ان انت تبقى مركز، مهاره يعني بديهيه وصعبه جدا. ده كتاب مترجم لأليك فيشر، مدخل الى التفكير الناقد، ده جبته من معرض الكتاب، كان عندي النسخه الانجليزيه منه في هونج كونج. الكتاب ده برضو عثرت عليه مؤخرا وعجبني قوي، اسمه ليله القبض على ابليس، بيحاول يجيب لك افكار وقصص تاريخيه ودينيه، يقارن لك بينها وبين ثقافات متعدده وكتب الاديان وكده. في بعض الروايات بقى، طبعا احب اقرا روايات على فترات متباعده، يعني كل الروايات اللي قريتها في حياتي ما تتعداش 10 15 روايه. في بولا هوكينز برضو اللي هو ذا جيرل اون ذا ترين، ده اتعمل فيلم حلو قوي. في ليزا جينوفا عملت ستيل أليس عن معاناة مرض الزهايمر، هي عالمة أعصاب وجالها مرض الزهايمر، فبيديلك فكرة. أنا أحب الروايات اللي هي مش روايات حب وكلام، أحب الروايات اللي هي بتعيشك جوه واقع معين، بتخليك ترى العالم من منظور شخص ما. أنت بتعيش تجربة مش تجربتك، فتبقى حلوة قوي. أوراق شمعون المصري أسامة عبد الرؤوف الشاذلي، دي حلوة قوي. الكتاب ده ضخم جدا، بس يعني بيتهيألي خلصته في 4 أيام. جميل قوي ما شاء الله. ما شاء الله أنت قارئ نهم. أنت بتحب ما شاء الله ما شاء
شاء الله يعني حاجة تفرح والله. تفضل أرض الإله أحمد مراد، بس في بعض المشاهد اللي قد تكون غير لائقة لتحت 18، بس يعني حلو في المجمل، حلو ما عدا بعض صفحات معينة. يعني أحمد مراد أنا على المستوى الشخصي يعني بحبه، في كتاب لده أنا قربت أخلصه، ده اللي أنا شغال عليه حاليا، بعد منه إن شاء الله عافر. منتظرين عافر. ده كتاب اسمه القتل للمبتدئين. القتل المبتدئين ده ملوش علاقة بالقتل أبدا، ولكن هو بيعرفك ازاي تحافظ على مهارة التخيل الواسع بتاع الطفل عندك، علشان لما تيجي تكتب بنفس الخيال الواسع بتاع الطفل، تحبك القصة ازاي، تحبك الحاجة اللي انت تطلع المهارة المكنونة جواك في الكتابة ازاي. واخيرا عاطف عزت عامل السامري، كان عامل قبل كده فرعون موسى من قوم موسى، وعاطف عزت عليه تساؤلات كتير قوي على دقة معلوماته وانحيازه للافكار اللي هي الوطنية بتنعكس على رؤيته التاريخية للاحداث. ما شاء الله انا نفسي كتبت، يعني هنزل ان شاء الله اخرطهم كده معايا المرة الجاية نزلة مصر بإذن الله، لأن معايا كمية وأنا جاي من مصر شغال فيهم. السؤال واحد بيسأل، هل الأفضل نقرأ الكتب مترجمة ولا نقرأ باللغة الأساسية للكاتب؟ والله لو أنت عندك إمكانية أن أنت تقرأ باللغة الأساسية للكاتب، هو ده الكاتب. ده نعم. مش واحد بيقول لك الكاتب قال إيه، ده الكاتب. نعم. ده روح الكاتب. يعني لما اجي اقرا مثلا للدكتور مصطفى محمود، لان انا اتعودت وانا صغير بقعد اسمعه بتاع برنامج العلم والايمان يوم الجمعه، والله العظيم وانا بقرا له حاسه ان هو قاعد قدامي كده، هو يعني شخصيته وروحه موجود قدامي. برضو جورج باترسون لما تيجي تقرا، انا بحب الراجل ده قوي، لما تيجي تقرا ده انا بعشقه، ده التنين ده بحسه قاعد، هنا وبيتكلم، صوته بتحس حتى بالتون بتاعت صوته في الكتاب. انت لو هتعرف تقرا بلغه الكاتب الاساسيه طبعا مفيش مقارنه.